سمير فكري تتلعب ناحيه الشمال لمحمد الشامي، يمشي الشامي، يمشي الشامي لكن تمريرته تتقطع، ترجع الكره ومره تاني الشامي جوه المنطقه، جول الروج يحلها، الروج يفتتح التسجيل بعد هجمه بداها محمد الشامي وانهاها فخر الدين بن يوسف بشماله في شباك محمد شعبان، يكسر صمود طلاع الجيش على مدار 72 دقيقة في هذه المباراة، وأخيرا يجد الشباك بعد محاولات وبعد نزول محمد الشامي كبديل يساهم ويساعد في التسجيل. شوف الهجمة اللي بدأها الشامي، ادي واحدة وادي التانية التالتة جول، ادي مفيش اوفسايد، محمد الشامي في تالت واحدة مفيش تسلل يصنع محمد الشامي ويسجل الروج ويسجل فخر الدين بن يوسف في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 72. فخر الدين بن يوسف النجم التونسي الكبير يتقدم ويسجل أول أهدافه بألوان المصري البورسعيدي في الأسبوع الرابع في مواجهة طلائع الجيش.